وسام ابو علي ايضا كان ليه تصريحات مهمه جدا، وقال انه حسمنا التاهل في دوري الابطال قبل مباراه يانج افريكانز، وكانت مباراه يانج افريكانز استكمالا للتتويج بالصعود، وحصلنا على الثلاث نقاط ووصلنا الى النقطه ال 12 واستحقينا الفوز عن جداره واستحقاق. مصطفى شوبير قال لك اجواء نهائي الكاس ليست جديده علينا، ومباراه اليوم كانت مهمه قبل لقاء الزمالك. اخبر مصطفى شوبير عن سعادته بفوز الاهلي على يانج افريكانز بهدف نظيف، وقال سنلعب امام الزمالك مباراه كبيره باذن الله في السعوديه، ومتشوقين للعب هناك، والأجواء ليست جديدة علينا لأننا سبق ولعبنا في هذه الأجواء خلال كأس العالم للأندية الأخيرة، وسنستعد جيدا بعد الأجازة 48 ساعة،